أتابكم الله أحسن عليك. تقول به سؤال ثالث: هل يجوز التبرك بآثار الصالحين مع ذكر الدليل على ذلك؟ لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، ولأن الصحابة وهم أحرص الناس على الخير لم يكونوا يتبركوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقبور الصحابة. وهكذا عمل المسلمين على اختلاف القرون، ما كانوا يتبركون بآثار الصالحين من بيوتهم أو قبورهم أو المساجد التي صلوا فيها أو الأمكنة التي جلسوا فيها، ما كانوا يفعلون ذلك. حتى مع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جلس فيها أو صلى فيها ما كانوا يذهبون إليها، ما كانوا يذهبون إلى غار حراء ولا إلى غار ثور، ما كانوا يذهبون إلى مكان خيمة أم معبد على طريق الهجرة التي جلس النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ما كانوا يتحرون الأمكنة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، وكانوا يحيونها ويجعلون فيها مساجد. ليس هذا من عمل المسلمين، لما في ذلك ذلك من الخوف من حدوث الشرك، لأن هذا من أقرب وسائل الشرك. وإنما يجوز التبرك بمن فصل من جسمه عليه الصلاة والسلام من شعر أو عرق أو ريق، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، أو بثيابه التي كان يلبسها، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وقد انقطع هذا بوفاته فلم يبق له آثار بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني منفصلة من جسمه. وأما حجرته وأما بيته وأما مجالسه التي كان يجلس فيها أما كان المسلمون يقصدونها ويتبركون بها، لأن ذلك من وسائل. نعم.